عسلامة حال. سلامة يا ماما الغالي. منين جيتنا اليوم؟ من عروس. اليوم قلت لي قلبك معبي، تحب تحكي لنا وتلوج عندك مد علينا. وتعبونا في المترو. بالله يقولوا السيد الرئيس لا تخبوا كلمة، قول له راهم تعبونا في المترو. عذبونا، عذبونا في الغلاء، عذبونا في الماء، واحد ما يكسب حتى شيء خلص 350 علاش اش عملنا؟ ما عطاش العباد، الفقر، والله العظيم رانا تعبانين، الوسخ، البلديات الوسخ، كان تمشي لسكة المترو، تعاف روحك بالوسخ، وما ثم لا من ينظف، لا فما حتى في القشي ما ثماش واحد يقص، فماش. بن عروس يجي بعد ثلاثة ايام اربع ايام يجي الصباح العشرة يروح. انت تحب تقص حاجه ولا نقص؟ انا عليه ما نقصش، نحب نقص. انت 500 وهذا 500 وانا 500، ما نصلحوا بها حاجه، نصلحوا بها زيكو، نعملوا بها حاجه عليه. تو الناس كل لاباس عليهم يركبوا بلاش عليه، ما هو يخلط. هي 500 فرنك ما عندها فيها حتى شيء، يلزموا الواحد يخلص، يلزموا يتلهى بروحه ويتلهى بالدنيا. علاش هكا الرؤساء والجماعة البلدية مسلمين فينا وما يسهلوش علينا وما يلوجوش علينا؟ الماء ظل يجري في الشارع، الماء ظل يجري في الشارع في العيد، في العيد العيد كما اليوم ثلاث أربع أيام والماء يجري هكاك. من منين يجري؟ من الكياس يقوم مسكر. إلا ما أنا دخلت البلدية قلت لهم علاش هكا، عملت لهم شوها باش معاه واحد جاري نعرفه، طلبهم بقر بقت جو صلحوا عليه. نخسروا فيه نحو فيه من الحملة نحن، وإحنا ربي يعلم بحالنا كيفاش. يلزم الأخرى يساعدونا يعاونونا، نحن ما عناش، رانا ما عناش. كيفاش عايشة أنت حاجة؟ عايشة شيء نطيب في طرف خبز في الطابونة ويعطوا فيا فك 220، هذاك هو كاري ب 100 وناخذ في الدواب ب 250. هذاك هو، ما عنديش لا عندي دار ولا عندي حتى شيء. حتى قيدت فك الديار هذوك قالوا لي اسمك ما طلعش، مشيت زدت قيدت وين نمشي يقول لي مزيق. شكون ياخذ؟ هذا ياخذ الدار اللي عنده هذا، اما اللي ما عندوش هذا ما ياخذش. راه خذي مني من سلمى وجاء ربي عدوه الكل، اللي عنده الاكتاف ياخذ الدار بقر بقت، واللي ما عندوش كتاف يقعد سم يموت سم. انت عايشه مع شكون حاج؟ انا عايشه وحدي، عندي ولدي مريض زادة ما يشوفش بعينيه، طرجيه الدم والسكر في عينه وبطال. كان مرته بركه تخدم كاك وزوز صغار، هو كاري وحده وانا كاريه وحدي، باش نبقى ما نحبش المشاكل. انت بايا بابا وانا بايا، كان عندي حويجه عاونتك، كان ما عنديش حويجه ما عاونتش. كنت نطيب طريف خبز تعبت بجنبي ولا يلهب بالسخانه، وليت مشيت نطوى نطيب طريف شباطي نعمل فيه 20 خبزه نعطيها للعطار، كي 50 كي 20 كيلو سميد ب 20,000 نشرو فيه، بخاطي زيتها وخاطي غازها. بجا ربي كيفاش باش تصور منها تاكل منها وتشري منها دواك وتخلص منها الماء والضو والكري عليه؟ الماء في بايا انا جاني 180,000 في بايا. انت وحدك عايشه؟ جيران مع جيران ساكن، جانا الماء تعرفي، جانا كل واحد احسبي نحن اربعه كل واحد 180,000 وما نستهلكوش الماء، وكان جينا نستهلكو ميساج ما نستهلكوش الماء. علاه جاينا هكا شتم؟ اخر فتره جاتك هكا الفتره جاتنا جاتني 85 اخر فتره اخر تريمستر مازالو جينا نمشوا نشكو هذاك هو الأول. علاش جاتك 180؟ الماء نحن من المرة الأولى ما نجيرين، كل حد يجي تجي الورقة نقسمه، يقسم يعمل الحساب ونقسمه، كل حد يعطي بايو، كل حد يجي في بايو. أنا جا في بايو 180، الآخر جا في بايو 180، الآخر 4 في 180 عليه. وأنت عايشة وحدك؟ وأنا عايشة وحدي، وحتى الدار سيمان كيما هكا، قسما بالله كيما هكا. كيفاش فيها من بيت؟ فيها زكاء في اللوطة، فيه ثلاثة بيوت، ما فيش ندية ولا حتى شيء، فيه السم شباه، أما السيمان ماهوش مزلس، وما هذاك هو، واش باش نحكي لك من ديه؟ هذاك هو الحال. علاش مش عايش معك ولدك؟ لا لا ما نحبش، أنا ما نحبش، أنا نحب حرة وهو حر. هي مرته حرة على أرواحهم وأنا حرة، ربما أنا نحب نرقد ما نقضيش، ربما نحب ما نطيبش. هي برا ريدي ربي وجهك انت ومرايتك خير، نمشوا لبعضنا بحذايا قريب، يجي ياكل عندي ساعات يشرب عندي هو صغار وكل، اما ما نسكنش ما نسكنش مع الكلنه، نسكن وحدي وانا مخي. قداش قلت لي كاريه؟ كاريه ب 100 عطيتها لي، ما عندي فيها 45 سنه، اخذري 45 سنه فيها ب 100، خاطي الماء وخاطي الضوء. اذا كم 100 قول يرحم والديها. ما زادتش علي؟ ما زادت، حتى كي زادت للجيران زادتني. هي كانت 80،
كي زادت للجيران زادت لهم 20 زادت لي 10,000 برك. قالت لي انت ما عندكش وظروفك ما تسمحش، هذيك خليها رحمه على امي. العشرة هذيك خذيها شركة كاملة بها الدواء، والدواء الدواء الغلاء، الدواء هو اللي قتلنا بالغلاء. نشرب في الدواء ناخذ في الباكو، ناخذ في الباكو وفيه 10 كعبات ب30,000، 10 كعبات ب30,000 في الشهر. الشهر والسبيطار ما ثماش، تمشي للدواء باش تجيبي من السبيطار ما ثماش، فماش في السبيطار دواء، يقول لك ما ثماش خويا، برا اشري على روحك، هاي الورقة برا اشري على روحك، وانت تمشي للسبيطار تلقي قدر، تلقيه باليوم الصباح مشيت للياسمينات يترزقوا فينا كحشاك الكليب، حتى ما مقابلني. والله العظيم ما رمدوا فينا الكليب. واحنا نلقوا حاجة معاهم، ما نلقوش حاجة معاهم، اللي تمشي له كان مشيت للسبيطار المستوصف باش تاخذ شوية دواء ما فماش، فماش دواء. وهاو الطبيب وهاو الحاكم يقولوا عندكم الدواء. والسبيطارات يقولوا عندكم الدواء، وين الدواء؟ ها تعطونا نحن كالمزمرين يعطونا الدواء، علاش باش نشروه؟ ما عندناش باش نشروه. ما عندوش واحد باش يشري باكو، كل شهر يشري باكو ب 300 وب 400 ألف دواء، علاه؟ ها تعطوني دواء، نعطونا وين كان دوانا؟ وين مشى؟ أعطوه لنا خلينا نشربوه. يا بنتي اش باش نحكي؟ الحاج وينه متوفي؟ متوفي. قداش عنده من؟ عنده 5 سنين. 5 سنين هذوما أنت وليت مسؤولة فيهم. قلت لي ولدك مريض. ما ولدي مريض هذاك مسكين، تو حاكم عليه الطبيب بعمليه ما لقيناش ليه، انا نستنوا. وقتاش صار له الحادث هذا؟ تو عنده عاء. شنو الاسباب نتاع الحادث؟ ممكن تعرفي الاسباب، مشاكل وعرك وتنرفز، طلع له عنده السكر، طلع له الدم، سكر له عينه اليمين اللي صار سكرها له. تو الطب نازمين وعاملين حبوا باش يعملوا له عمليه. العمليه وين؟ ب6 ملايين. وينهم ال6 ملايين؟ كي تلقطهم من الحصحاص ما ثماش، هو ما يخدمش بطال، هو انا ما عنديش، فهمني؟ ما كانش يخدم هو. ما كانش يخدم هو، هو من اوله مريض ما يخدمش. ليش مريض معناها؟ بالدم والشحم والسكر وحاله. قلت لي حاجه، ولدك مريض معناها عنده مده ما يخدمش. مريض اي، ما عنده مده مريض بعينه، مرض عنده مده بالدم. اما المره تو عنده عام عينه تضر، ما طلع له السكر والدم مع بعضها، سكر له العين. سكروا العين اللي صار. الاخرى انا بنيتي لقطوا هكاك النجاره ب6 ملايين. مرته هي تخدم؟ تخدم 6 ملايين. بجا ربي منين باش تلقطيه؟ منين باش تجيبيهم 6 ملايين؟ اخي هما ساهلين 6 ملايين. هو عايش في الكري معناها؟ عايش في الكري، زاد هو عايش في الكري وعنده صغيرات وكا هو هذاك هو، واش باش نعمل؟ والحمد لله لخرها اخرها الحمد لله والشكر لله. ما نقوم انا شوف انا عندي شحم في الدم وعندي الكتف مخلوع، هي عظمه طالعه لهنا. ايش صارت؟ هذه العظم هذا يطلع لي من هنا، تخلع لي، هزيت عليه ضربيه على كتافي. وصلت للدار طلع لي العظم، ما نعرفش وجعني شوي وارتاح. كي مشيت للحروق باش يصوروني، عملوا لي لاريم وصوروني الحق بالكدا، قالوا لي ما نجموش نعملوا لك العمليه خاطر قريب للقلب. العظم قريب للقلب، ما نجموش نعملوا لك. توا من هنا ومن هنا كاينك حطيتي لي سيف لهنا، حطيتيه لي في كتفي، ونقوم الساعتين. تاع الليل نعجن في طريف شباطي نبيع فيه بالساعتين نتاع الليل. يعني من الساعتين نتاع الليل حتى تقعد للصباح تقعد فيه؟ الاول تو حتى الثمانية نتاع الليل باش نحط راسي ونرقد، بعد ما نخمل عاد بعدك هذاك نخمل الدار ونطيب في حويجة ناكلها، باك الساعة باش نحط راسي ونرقد. والعمري وعمري 72 سنة. يا المتكلفين يا السلط بالله يقفونا وخزرونا، لكن الفقراء لكن ما عندهمش. وراني مشيت قيت في دار مبو، قالوا لي ما ثماش، وراي الناس كلها تاف الديار تاخذ، وانا ما عندي حتى شيء، لا دار لا عندي حتى شيء. معموكم الرب يقفونا، هزونا رفعونا لفوق، رانا تعبين لاقصى درجه من كل شيء، وتلهوا لينا بهالمترو وخلي يولي يمشي يهزنا ويردنا، هذاك علاش؟ هكا هو، والسلام عليهم وان شاء الله كل عام وانتم بخير.